السلام الله عليكم. بلاي جراوند اي اي هو بديل لاوبن اي المدفوع والصعب في الخدمه. اذا نتجه الى متصفح جوجل ثم نكتب بلاي جراوند اي اي ثم ندخل اليه هكذا. وطريقه تسجيل جد بسيطه، تذهب الى جيت ستارتد ثم لقد سجلت حساب قبل، انتم فقط تضغطون على كرييت اكونت فهو متصل بكونت جوجل مباشرة، يدخلك إلى هذه الصفحة. هنا نكتب كرييت أو نضغط على كرييت ثم نكتب الشيء الذي نريده. مثلا أكتب لكم لوجو ديزاين ميتاليك مثلا ويد الليتر زد مثلا، ثم and background one background white مثلا. ثم أذهب إلى الأسفل وأضغط على generate هكذا بكل سهولة. generate لوجو في رمشة عين. يمكن أن تكتب كلمات تكون مركزة تعطيك الأحسن من هذا. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بلايك والاشتراك، والسلام عليكم إلى فيديو آخر.